الأربعين دقيقة خلصوا والفريتين لا اوعى تقولها ما قولهاش صح؟ اوعى تقولها احنا جامدين جدا ما قولهاش كسبتوا عمر؟ انا قدامك ازاي ما كنت زماني جوه ده سليم حتة واحدة يعني ده اللي انت كسبته في الحلقة دي مظبوط طيب انتوا الاثنين ما خرجتوش انتوا الاثنين الوقت فات عليكم انتوا وقفتوا فين؟ في القفل احنا كنا خلاص احنا القفل انا كنت واقف جنب الكرسي جوه احنا بسببك قاعد ننور كراسي القفل كان ايه؟ كان على الجبان وكان هنجيب الفن بتاع الفلوس نحطه على الحته اللي باينه هنا تخرج ده انا قلت لكم على اخر حته دي عشان تبقوا انت اللي عرفنا الفلوس قلت لك يا سلام اول ما خرجنا قلت لك احنا فاضلنا ايه قال لي كان هيبقى فيه الفانوس قلت له قلت لك ده من الحاجات اللي فاتت انتوا مذاكرين يا جماعه صدقت فلوس كنا لاقيينها بالنسبه لكم دي كنا شايفينها احنا كان لسه فاضل لنا الحاجه الصعبه في الاوضه لا احنا تهنا شويه غير عمر يعني غير ان معاك عمر في الفريق الحاجه الصعبه اللي في الاوضه احنا تهنا شويه كل حاجه حليت ايه مصطفى كان كل شويه طيب انتوا وقفتوا فين احنا كان فاضل لنا كام قفله خلاص ونخلص يعني يعني هم سبقوكوا حتى لو انتوا الاثنين ما خرجتوش من فاحنا اللي كسبنا بصراحه ده بقى مرت ايه يعني ايوه دايما لما تخلي بالك على الحاجه انت مش تعامل معاه دلوقتي وهي قبل ما تخش الاوضه انا بتعامل معاه من ساعه ما جه يا معلم المون ووك خطيره انا شايفه ان احنا جامدين يعني خطيره والله العظيم دي احنا كلنا جامدين احنا كلنا كسبنا احنا كلنا كسبنا وجودنا انا كسبت الذكرى الجميله دي بصراحه يعني بصي حلوه ان الواحد يفتكر الحاجات اللي هو عملها زمان طبعا ما انا الحمد لله ما كملتش العمل ده فالحمد لله الواحد يفتكر هو العمل نفسه فانا حبيت احتفظ بالصوره طول الحلقه عشان افتكر والحمد لله عرفت اكفر عن ذنوبي الحمد لله فاستاذنك خليها معاكي شكرا سيايا صوتك انت دي انا بحبك يا صاحبي كلها لاخرها لدرجه ان هم يلا يعني في الاول ايه حلوه الحته دي طب كملي عشان يوسف ادينا هنت وصلوا بقى يلا بقى انا عمال اقول لها تسكت تقول لي استنى دونا فرصتك طيب يا جماعه بصراحه انتوا لعبتوا الاوضه حلو وايه فرقت في حاجات بسيطه جدا في الاخر فما يعني ما فيهاش زعل عادي جيت وجربته ايه ولا فيها الحقيقه كلنا زعلانين الحقيقه فيها زعل حصل خير يا جماعه حصل خير هو اللي بيخش الاوضه بيخرج منها كده عادي لا طبعا احنا كان ممكن نخرج عادي على فكره عادي يعني بغض النظر عن الفرقعه يعني مش مسؤول بصراحه مش مسؤول ما عنديش اي مسؤوليه ده يا جماعه اللي حصل في حلقه النهارده وشفنا الفريتين ما خرجوش بس لعبوا حلو جدا اشوفكم على خير والسلام عليكم اللي حصل في حلقه بس حبيبي عمر حبيبي